جئنا نذكركم بأن الدولة الموحدية دولة جزائرية 100%. عبد المؤمن بن علي بن مخلوف الكومي الطراري الندرومي التلمساني، مولود في طرارة بندرومة في تلمسان اللي هي حاضرة المغرب الأوسط، ولد في إبان الدولة الحمادية. أسس الدولة الموحدية سنة 1121 وقضى على دولة المرابطين التي جاءت من موريتانيا وصار سيد شمال إفريقيا. هو ثاني جزائري استطاع توحيد شمال إفريقيا في عهده الإسلامي بعد بلوغ المنزيري. أصله هو من الكومية، قديما عرفوا بصدفورة من بطون ندرومة وصغارة وبني اللول، وهذا من المصدر عبد الوهاب بن منصور كتاب قبائل المغرب. وفي كتاب أرشيف ماروكان، عبد المؤمن ليس من مصمودة لكنه من الكومية من بلاد المغرب الأوسط. وفي مصدر عبد الله العروي مجمل تاريخ المغرب الجزء الثاني صفحة 155 يقول: ثم دخول بناء الإمبراطورية الموحدية المرحلة الثانية بالمغرب الأوسط وطن عبد المؤمن الكومي. وفي كتاب علال الفاسي الحركة الاستقلالية في المغرب العربي يقول: يترك الخلافة من بعده لعبد المؤمن الكومي من بلاد الجزائر. وفي كتاب الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب يقول: وكان مواطن الكومية بالمغرب الأوسط.